كيف كانت الأحداث اليوم. ينضم إلينا دكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذة دين. يعني استقرت الأوضاع وتمت السيطرة على أحداث العنف بعد قد إيه النهاردة؟ يعني الحمد لله الامتحانات طبعا كانت بتتم البدء فيها على مستوى القطاعات الثلاث، قطاع القاهرة وقطاع وجه بحري وقطاع وجه قبلي. بالنسبة لقطاع الوجه البحري والقبلي طبعا جميع الامتحانات في جميع الكليات عقدت في موعدها، ما كانش فيها اي تأخير او اي تعطيل. لا ما كانش فيها تأخير، وكانت الامتحانات مستقرة وأداء في القطاع البحري والقطاع القبلي. تمام. التعطيل حصل في قطاع القاهرة، فهناك اغلب الكليات بقت في موعدها، الا ان طبعا ما حدث في كليه التجاره بنين ان ما قام هؤلاء الطلاب بحرق اوراق الكتابه او شيء من هذا القبيل هو الذي طبعا ادى الى تعطيل الامتحان في كليه التجاره فقط. اما باقي الكليات فتاخرت بضع ساعات، يعني ساعه او شيء من هذا القبيل. عدات البنات تسبانين، وطبعا الحمد لله تمكنت الاداره والشرطه من عقد الامتحان في هاتين الكليتين، وباقي الكليات كلها عقدت في موعدها سواء في قطاع الدراسه او في قطاع مدينه نصر. احنا معانا مشاهد للجامعه وتحديدا لكليه التجاره بعد الاشتباكات وبعد الاحراق وبعد الدمار اللي لحق بالمباني. هل هيكون في اماكن بديله، قاعات بديله؟ ان شاء الله ان شاء الله في اماكن بديله، واحنا دلوقتي ما في اجتماعات مع قيادات الشرطه للتنسيق هذا الموضوع. ان شاء الله من بعد الفجر مباشره ان شاء الله الشرطه طبعا تبيت في اليوم ان شاء الله، وهي متواجده من طبعا منذ قبل بدايه الامتحانات. تمام. ان شاء الله سيكون هناك طبعا استقرار بمشيئه الله غدا في جميع الكليات ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتور حسني، يعني الطلبه اللي لم يتمكنوا من حضور الامتحانات خوفا رعبا او بفعل فاعل من جراء محاولات تعطيلهم من قبل الاخرين، راينا في الاعتبار فعلا لهؤلاء الطلاب او الطالبات الذين طبعا يعني اصابهم الفزع والخوف من ما حدث اليوم، ولكن ان شاء الله بمشيئه الله سمعنا مع فضيلة الدكتور رئيس الجامعة والنواب إن شاء الله عقد امتحان آخر لهؤلاء الطلاب أو الطالبات في آخر الجدول الامتحان إن شاء الله، في آخر جدول الامتحان في الفصل الدراسي الحالي، يعني في الفترة اللي احنا فيها إن شاء الله. قبل نصف السنة إن شاء الله بإذن الله يعوض هذا اليوم بالباقي الطلاب الذين لم تخلفوا عن الامتحان. طيب دكتور حسني، أعضاء هيئة تدريس الأزهر طلبوا النهارده في بيان لهم بضرورة إغلاق المدينة الجامعية بنين بحسب ما قالوه، إنه أصبح بها حوالي 1200 طالب يقومون بأعمال شغب وعنف وبيستغلوا مقر المدينة لإثارة العنف وتعطيل الدراسة. هل استخذتم أي قرار بخصوص هذا البيان وهذه المطالبة؟ يا أستاذة دينا، لا يعرف مشاكل المدينة إلا طبعا الأستاذ رئيس الجامعة والنواب، أن المدينة يسكن بها 10,500 طالب بنين وحوالي 3,500 في البنات. يوجد من المدينة أي بنين مثلا قلنا 1000 طالب والباقي الطالبات مثلا 9,500 طلاب عاديين وملتزمين ومنضبطين، هل نضحي بمصلحة الجماعة ضد مصلحة الفقير؟ طبعا أمر إن يعني إحنا لا نعرف ده، بالعكس ده بقى لو أغلقنا هيكون لهم مطالب ازاي؟ طب احنا ذنبنا ايه؟ طبعا دي حاجات ان شاء الله هنقدر نسيطر عليها بمشيئه الله في الايام القادمه بمشيئه الله. تمام. شكرا للسيطره بمشيئه الله على المدينه الجامعيه. شكرا جزيلا دكتور احمد حسني نائب رئيس جامعه الازهر.